بعد قطع طريق إمداد النظام الرئيسي إلى حلب، تنظيم الدولة يسيطر على 9 حواجز جديدة في محيط حاجز إثريا بريف حماة الشرقي. إسقاط مروحية في ريف حمص وجبهة النصرة تستهدف المربع الأمني في المدينة بعبوتين ناسفتين. تجدد المعارك على أكثر من محور في ريف دمشق وقوات النظام تستهدف المدنيين في دوما ودريا. واشنطن تؤكد أن خلافها مع موسكو حول مصير الأسد لا زال قائماً. استمرار الهبة الفلسطينية وإصابة 200 في مواجهات جمعة الغضب مع الاحتلال الإسرائيلي. السلام عليكم ورحمة الله. من العناوين إلى التفاصيل في هذا الحصاد الإخباري من قناة الجسر الفضائية في بثها التجريبي. استشهد 7 مدنيين في بلدة البرقوم في ريف حلب الجنوبي جراء قصف الطيران الروسي، وتعرضت قرية زيتان المجاورة لقصف مماثل. بالمقابل استعاد الثوار السيطرة على قريتي القراصي والحميرية والتلتين المحيطتين بهما في ريف حلب الجنوبي إثر اشتباكات مع قوات النظام على عدة جبهات، كما دمر الثوار بصاروخ تاو مدفعا رشاشا للنظام على جبهة قرية السابقية، فيما تم قتل 8 عناصر من الميليشيا الإيرانية. وفي غضون ذلك قتل الثوار عدة عناصر تنظيم الدولة الذين حاولوا التسلل من جهة بلدة سندف على أطراف مارع في ريف حلب الشمالي، كما أحبط الثوار كذلك محاولة تسلل لقوات النظام على جبهة الملاح. وبالمقابل سيطرت قوات النظام على قرية الجبول جنوب شرق حلب. وفي مدينة حلب سقط 4 مدنيين وجرح 15 آخرون جراء سقوط قذائف هاون على شارع النيل الواقع تحت سيطرة النظام. هذا واستشهد القائد العسكري العام لكتائب الثوار ثوار الشام محمد الخطيب باشتباكات مع قوات النظام، كما اغتال مجهولون قياديا في الفوج الأول التابع للثوار في مدينة حريتان في الريف الشمالي لحلب. وفي الجانب الإنساني ذكر مدير الشرق الأوسط في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الضربات الجوية الروسية وتصاعد القتال حول مدينة حلب ساهما في نزوح كبير لأكثر من 30,000 مواطن. كما شهدت المناطق القريبة من الحدود مع ولاية كيلس التركية تدفقا لمئات السوريين الذين هربوا من القصف الروسي على حلب ولجأوا إلى المنطقة الحدودية حيث أقاموا في مخيمات بدائية. ومعنا من حلب مراسلنا قحطان المصطفى. قحطان مساء الخير. نور ناصر، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. قحطان، لو وضعتنا بصورة قصف الطيران الروسي على الريف الحلبي، تفضل. نعم ناصر، الطيران الروسي يقصف مساكن الضباط صباح هذا اليوم عن طريق الخطأ في مطار كويرس العسكري، وأنباء تفيد بوجود عدد من الضحايا هناك. أيضا الطيران الروسي قصف بلدة البرقوم بريف حلب الجنوبي ليرتقي هناك 7 شهداء في البلدة. استهدف أيضا الطيران الروسي جبهة القراصي بريف حلب الجنوبي بمحيط قرية خلصة بالقنابل العنقودية والصواريخ البراغية. أيضا كان هناك استهداف لقرى خلصة والزربة وزيتان والحاضر في وقت متأخر مساء البارحة. الطيران الروسي أيضا قصف مساكن، الطيران الروسي أيضا لا يزال يقصف محيط مطار كويرس العسكري. نفذ الطيران الحربي أيضا عدة غارات ظهر هذا اليوم على القرى المحيطة بمطار كويرس العسكري بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة، كانت طبعا هي الأعنف إلى الآن ليعلن النظام السيطرة على تلة وقرية الجبول بريف حلب الشرقي، التلة التي تقع شرقي تلة 70 على حساب تنظيم الدولة الذي كان مسيطرا عليها. نعم قحطان، ما المواقع التي استعادها الثوار من أيدي النظام اليوم؟ نعم ناصر، الثوار أعلنوا استعادة السيطرة على تلة القراصي وقرية الحميرية في ريف حلب الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة جدا ما تزال قائمة، ولا يزال التقدم أيضا للثوار مستمرا بعد الإعلان عن النفير العام صباح هذا اليوم لكافة الفرق والألوية والكتائب إلى ريف حلب الجنوبي طبعا لتحرير المنطقة من عناصر قوات النظام والهجمة الشرسة التي تتعرض لها مناطق ريف حلب الجنوبي من الطيران الحربي وقوات النظام.
نعم قحطان، يعني الأوضاع الإنسانية للنازحين الآن إثر النازحين إثر القصف الروسي في هذا الجو القارس، ما هي أوضاع النازحين؟ يعني حقيقة ناصر، أعلن مجموعة من الإعلاميين في حلب وريفها بأن الريف الجنوبي لحلب منطقة منكوبة، ودعوا كافة المنظمات الطبية والإغاثية للتوجه الفوري إلى جنوب حلب لتأمين مأوى آمن لمئات العوائل التي باتت ليلة البارحة في العراء. وطبعا بدأ هطول الأمطار صباح هذا اليوم مع دخول موسم الشتاء الذي يعتبر قاسيا جدا في حلب وخاصة في الأرياف. الوضع الإنساني يعني يعتبر يعني شبه كارثي في الأوقات هذه، خاصة في يعني البرد القارس الذي يوجد في أرياف حلب خاصة في الجنوب. نعم قحطان المصطفى مراسلنا من حلب، شكرا جزيلا لك. تمكن مقاتلو جيش الفتح من تحرير قريتي معركبة ولحايا بريف حما، وقتلوا ضابطين وعشرة عناصر من قوات النظام، كما أسروا أربعة في محيط قرية لحايا ودمروا مدفعا ودبابة واغتنموا أخرى، إضافة إلى رافعة مجنزرة. كما دمر الثوار دبابة على جبهة مورك وقاعدة صواريخ كورنيت على جبهة المنصورة. في المقابل ألقت مروحيات النظام براميلها على قرية لحايا المحررة، وشن الطيران الروسي غارات على مدينة كفر زيتا وقرية لطمين ومشفى اللطامنة، ما أدى إلى سقوط جرحى من الكادر الطبي. وتعرضت قرى التوبة والجابرية وقلدين وبلدة كفر زيتا لقصف مدفعي مصدره حاجز تل عثمان في ريف حماة الشمالي. وفي السياق نفسه تمكن جيش الفتح من تأمين انشقاق أربعة عناصر من قوات النظام في قرية سكيك القريبة من مدينة مورك شمال حماة، كما أمن الثوار أيضا انشقاق عنصرين من معسكر جورين في سهل الغاب. وفي سياق آخر سقط قتلى وجرحى من جانب قوات النظام إثر اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم الدولة على طريق أثريا خناصر. هذا وانتزع تنظيم الدولة من قبضة النظام تسعة حواجز جديدة في محيط حاجز أثريا بالريف الشرقي، وقتل أثناء ذلك العديد من العناصر ودمر ثلاث دبابات. يأتي ذلك بعد أن قطع التنظيم أمس طريق إثريا خناصر الذي يمثل خط إمداد النظام إلى مدينة حلب. وفي خبر منفصل أعلنت فصائل تجمع صقور الغاب وجبهة الإنقاذ المقاتلة والفوج 111 الاندماج بشكل كامل تحت مسمى جيش النصر، بحسب بيان مصور تلاه القائد العام لجيش النصر الرائد محمود المنصور. وينضم إلينا من حما مراسلنا سيف الحموي. سيف مساء الخير. مساء النور، تحية طيبة لك ولجميع المشاهدين. حياك الله سيف، ماذا عن تحرير الثوار لقريتي لحايا ومعركبة في الريف الشمالي؟ نعم ناصر، تم تحرير قريتي لحايا الغربية والشرقية وقرية معركبة في ريف حما الشمالي الشرقي بالقرب من مدينة اللطامنة. هذه القريتين التي تعتبران خاصرة أو خنجر في خاصرة المنطقة هنا. نعم سيف، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا سيف الحموي، ونتمنى أن نعاود الاتصال به مجددا. لم يكد حديث السياسة يعلو لبحث مصير سوريا حتى أعلن جيش الفتح انطلاق عملياته العسكرية في ريف حما، قاطعا الطريق على محاولات التجاهل والهروب للأمام من قبل السياسيين. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. سريعا عاد بشار الأسد من موسكو بعد الاستدعاء الذي لفت نظر المراقبين محملا بالدعم الروسي، كما ظهر أمام وسائل الإعلام. وسريعا أيضا ظهر الرد الثوري من جيش الفتح الذي أعلن عن بدء معركة حما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بها نبدأ معركة حما بإذن الله. أسلحة متنوعة يستخدمها الثوار للتقدم في ريف حماة الشمال والشرقي، فما هي إلا ساعات حتى تظهر النتائج الأولية لبدء المعركة، حيث سيطر الثوار على قرية الحمرة وحرروا حاجز المعصرة في مورك وصدوا محاولة لتقدم قوات النظام على جبهة الصوامع في المنصورة، ودمروا في هذا التقدم ثلاث دبابات واغتنموا اثنتين واستهدفوا سيارة تحمل ذخيرة على جبهة الجبين فصارت أثرا بعد عين.
الله أكبر. الله أكبر. ليلة ليلاء أصبح فيها جنود النظام بين ممزق وقتيل وجريح ينتظر من يخرجه من هذه الأتون، فكانت الحصيلة 12 قتيلا في الحمرة وعددا غير معلوم من القتلى والجرحى في قصف لتجمعات الشبيحة في قرى سكيك وعطشان ومعان. رد مضطرب وعشوائي من قوات النظام والطيران الروسي يستهدف المناطق المدنية على منطقة المعامل وقرى الدقماق والقاهرة والزيارة دفع المدنيين إلى النزوح إلى القرى المجاورة. حراك سياسي يقوم به غير السوريين حيث يقررون مؤتمرا في فيينا لتدارس مستقبلهم ويجرون اتصالات لرسم خارطة طريق لمرحلة انتقالية يفترضون فيها وجود الأسد. يقطع عليهم جيش الفتح هذا السعي المحموم لتجاهل السوريين وتقرير مصيرهم بمعركة حماة لينبه الجميع أن للثوار رأيا مختلفا، فهم من بدأ الثورة وهم من يصنعون النهايات. بالعودة إلى خبر حماة عودنا الاتصال مجددا بمراسلنا سيف الحموي. سيف مساء الخير. مساء النور، حياك الله ناصر. أهلا سيف، ماذا عن تحرير، كنت تتحدث عن تحرير قريتي لحايا ومعركبة بالريف الشمالي، تفضل. نعم ناصر، كنت أقول أن قريتي لحايا ومعركبة، لحايا الغربية ولحايا الشرقية، هي تقع في خاصرة المنطقة المحررة هناك بالقرب من مدينة اللطامنة إلى الشرق قليلا. تم تحريرها بعد استهدافها بأربع ساعات متواصلة من القصف التمهيدي براجمات الصواريخ والمدفعية، ومن ثم تم الاقتحام وتم السيطرة عليها بشكل كامل، وتم اغتنام دبابة مدرعة 72، وتم اغتنام أيضا قاعدة كورنيت، قاعدة مضاد دروع من نوع كونكورس عدد 2 و 7 صواريخ من الكونكورس. إذن هذه مجمل التفاصيل اللي تمت في معركبة ولحايا. ماذا عن القصف الروسي لمشفى مدينة اللطامنة؟ نعم، بالنسبة لمشفى مشفى الميدان الثاني في ريف حماة، تم استهدافه للمرة الثالثة على التوالي في مدينة اللطامنة. هذا المشفى الميداني الذي يخدم المنطقة هناك، بالإضافة إلى إصابة عدد من الكوادر الطبية، بعضهم إصابات خطيرة، يعاود الطيران العدوان الروسي من جديد استهداف المشافي الميدانية التي وضعها في بنك أهدافه مسبقا، وصدر بيان من مديرية الصحة في محافظة حماة بمناشدة المنظمات والهيئات الإنسانية بحماية المشافي الميدانية ومطالبتهم بوقف هذا العدوان. نعم، ما هي أبرز الفصائل المندمجة تحت مسمى جيش النصر سيف؟ ويعني نعم، ما دور هذا التشكيل الجديد؟ نعم ناصر، بالنسبة لجيش النصر هو أعلن عنه كغرفة عمليات منذ أكثر من 3 شهور، تم خلاله التشكيل من عدة فصائل، أكثر من 12 فصيلا، وبالتالي قام اليوم الرائد محمد منصور قائد العام لجيش النصر بإعلان اندماج ثلاثة من تشكيلاته ضمن تشكيل جيش النصر. والفصائل المندمجة هي صقور الغاب وجبهة الإنقاذ المقاتلة والفوج 111. يأتي هذا التشكيل أو هذا الاندماج في إطار رص الصفوف، حيث شهدت أيضا الفرقة الوسطى أيضا اندماج لفصيلين من فصائلها، وتأتي هذه في إطار اندماجات الأخرى في ريف حماة. لو سمحت لي أيضا في خبر منفصل، أيضا تم التقيت اليوم باثنين من المشقين في معسكر جورين الذين كانوا ضمن صفوف لواء الاقتحام الأول الذي شكلته روسيا في معرج حور، كان من المفترض له أن يكون في قرية عطشان أو اقتحامها، ومن ثم تم نقله إلى معركة إلى ساحل الغاب الذي من أجل اقتحام المنطقة هناك كما يفكر الروس. لكن في الحقيقة أن هذا اللواء كان عبارة عن مشكل من عناصر متطوعين، أو ربما تم سحبهم على الحواجز النظام. أحد العناصر أيضا المشقين كان في الكويت، وتم ترحيله من الكويت إلى سوريا مرغما، ثم اقتياده إلى لواء الاقتحام الأول. يعني عفوا سيف، من هي الجهة التي رحلته مرغما من الكويت؟ نعم، بالنسبة لترحيله كان قد انتهى عقد الإقامة لديه إثر خلاف مع الشركة التي يعمل بها، ومن ثم تم ترحيله على طائرة
حسب ما ذكر أنه كان مكبلا ومغمض العينين، لم يعرف نفسه أنه في طائرة إلا عندما الدول، ومن ثم تم اقتياده إلى فرع الأمن العسكري، ومن ثم إلى الدورة التدريبية وإلى صفوف الجيش، إلى صفوف لواء الاقتحام الأول الذي يعتبر نخبة لقوات الروس الذي شكلهم من أجل ربما تحرير بعض المناطق التي المسيطر عليها من قبل الثوار. وهل كانت قيادة هذا اللواء روسية قيس سيف حسب ما وصف لك الجندي المشقان؟ نعم. بالنسبة للقيادات المعركة بشكل كامل هي قيادات روسية تدير المعركة مع خبراء روس، سواء كان بالاستطلاع أو الرادار أو حتى تزويد الذخائر أو قصف المناطق من قبل الآليات العسكرية الحديثة التي جلبها الروس معهم. نعم سيف الحموي مراسلنا من حما، شكرا جزيلا لك. تواصلت الاشتباكات على جبهات الكم وسنيسل والمحطة، حيث دمر الثوار عربتي شلكة وبي ام بي ودبابة لقوات النظام هناك، كما تمكن الثوار من قنص 3 عناصر على جبهة الفرقة 26، واستهدفوا قرى أكراد الداسنية ومريمين وقرمص الواقعة تحت سيطرة النظام بالمدفعية الثقيلة، كما تمكنوا من إسقاط طائرة مروحية في بلدة تيرمعلا بحسب مصدر محلي. من جانبها شنت مقاتلات حربية روسية غارات على أحياء بلدة ترمعلا وأطراف مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بينما قصفت قوات النظام بالأسلحة الثقيلة قرى المحطة والجوالك والسعن الأسود وبلدة الدار الكبيرة. وكان المكتب الإعلامي لغرفة عمليات ريف حمص الشمالي أعلن عن مقتل 75 عنصرا من جيش النظام، بينهم ضابط خلال مواجهات يوم أمس على جبهات ريف حمص الشمالي، واغتنام دبابة وعربة بي ام بي وتدمير 3 دبابات لقوات النظام. وفي مدينة حمص سقط قتلى وجرحى من قوات النظام في المربع الأمني في دوار الحمراء إثر انفجار عبوتين ناسفتين قامت جبهة النصرة بزرعهما في وقت سابق، كما استهدف الثوار بصواريخ جراد تجمعات لميليشيا النظام في أحياء المهاجرين والأرمن والزهراء وحققوا إصابات مباشرة. وينضم إلينا من حمص الناشط الإعلامي ببرس التلاوي. ببرس مساء الخير. مساء النور، أهلا حياك الله ببرس. ماذا عن سقوط المروحية في الريف الشمالي؟ هل لديك معلومات؟ الثوار اليوم باستهداف مروحية روسية كانت تقوم باستهداف الخطوط الأمامية للثوار بالرشاشات الثقيلة، استهدفوها بمدفع 57 مما أدى إلى اضطرارها الهبوط في قرية النجمة الموالية للنظام، وهذه القرية هي المتاخمة لجبهة قرية تيرمالا. هذا نتيجة كثافة النارية التي تم استهدافها من قبل الثوار وتلعها قصدي 57، هذا مما يعني بأن العصابات الأسدية هي قد وضعت كل ما تملكه في هذه المعركة في الريف الشمالي لحمص كي تتقدم، استخدم الطيران الحربي وأيضا طيران هليكوبتر والمشاة بمختلف أنواع الميليشيات التي قد دفعتها لهذه الجبهات، لكن بفضل من الله الثوار تدمير أكثر الآليات التي استخدمها النظام، بالإضافة إلى استهداف هذه الطائرة وأيضا إلى مقتل عدد كبير من القتلى في قوات النظام. نعم، أين تتركز العمليات اليوم أو الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام ببرس؟ 4 محاور أساسية يريد النظام أن يتقدم من خلالها: جبهة شرشوح، أيضا نتحدث نحن عن جبهة ترمالي وجويلك وسنيسن، جبهات متعددة يريد النظام أن يتقدم من خلالها. يهدف أولا من تعدد الجبهات تشتت قوة الثوار سايا ليقوم باجتياح كل منطقة على حداها، فيما أن استطاع الثوار من منع عصابات النظام أن يتقدم ولو لخطوة واحدة، وخلال الاشتباكات استطاع الثوار من تدمير دبابة T-62 وأيضا دبابة أخرى، وبالإضافة إلى عربة شيلكا وأيضا عربة BMB، فيما أن قتل أكثر من 20 عنصر من عناصر عصابات الأسد، فيما كذلك من تحدث عن غارات جوية قد شنها طيران روسي صباح هذا اليوم على أطراف مدينة تلبيسة، وحلق الطيران المروحي التابع لعصابات الأسد بأجواء المنطقة وألقى براكين متفجرة على مناطق جويلك وسنيسل والمحطة. نعم ببرس التلاوي الناشط الإعلامي، كنت معنا من حمص، شكرا جزيلا لك.
ارتفع عدد شهداء مدينة دوما في ريف دمشق إلى 7 أشخاص جراء قصف من قوات النظام بقذائف المدفعية والهاون. وطال القصف المدفعي كذلك أطراف مدينة كفر بطنة، وبالتزامن تجددت الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام في أطراف منطقة المرج. من ناحية ثانية، ارتقى شهيدان وجرح آخرون في مدينة دارية جراء قصف من قوات النظام بالاسطوانات المتفجرة. وفي غضون ذلك، قتل الثوار عددا من عناصر النظام الذين حاولوا اقتحام قرية بسيمة في ريف دمشق الغربي. وعلى الصعيد الإنساني، يستمر حصار النظام لبلدة الهامة في ريف دمشق للشهر الثالث على التوالي، حيث تشهد البلدة نفاذا لمادة الطحين بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى إغلاق غالبية المحال التجارية التي قطعت البضائع عنها منذ أكثر من شهرين. استشهد 2 من المدنيين وجرح آخرون في بلدة كفر عويد بريف إدلب جراء قصف براجمات الصواريخ من قبل قوات النظام المتمركزة غرب حماة، كما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على ناحية التمانعة بالتزامن مع قصفها بالمدفعية، في حين أعلن مجلس البلدة المحلي أن التمانعة بلدة منكوبة. في سياق آخر، أفادت مصادر ميدانية أن 3 من عناصر جبهة النصرة لقوا مصرعهم جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانوا يستقلونها بالقرب من قرية بنين في جبل الزاوية. وفي ريف اللاذقية، دمرت كتائب الثوار بصاروخ تاو دبابة لجيش النظام على قمة جبل دورين، كما دمروا آليتين عسكريتين على محور عين الجوزة تزامنا مع اشتباكات في المنطقة. وأكدت مصادر محلية مقتل العميد حسن سلمان حسن خلال المواجهات، في حين ردت قوات النظام باستهداف مواقع الثوار براجمات الصواريخ. شن طيران النظام غارات جوية على أحياء مدينة دير الزور المحررة، بينما قصف بلدة عياش بالمدفعية الثقيلة. بالمقابل، استهدف تنظيم الدولة حي الجورة بعدد من قذائف الهاون، ما أدى إلى سقوط جرحى مدنيين. تمكن تنظيم الدولة من تدمير سيارة تحمل عناصر من الميليشيا الكردية على الطريق الواصل بين قرية التركمان وبلدة سلوك في الريف الشمالي للرقة بعد استهدافها بعبوة ناسفة، في حين شن الطيران الحربي غارتين على أطراف مدينة الرقة دون ورود أنباء عن إصابات. وفي الحسكة، دارت اشتباكات متقطعة بين الميليشيا الكردية ومقاتلي تنظيم الدولة في ريف تل حميس الجنوبي. ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مدينة جاسم وبلدة الشجرة في ريف درعا، في حين قصفت قوات نظام تل الحارة بالمدفعية، كما استهدفت بلدتي اليادودة والمليحة الشرقية برمايات الشلكة. وفي ريف القنيطرة، قتل عدد من عناصر النظام بينهم ضابط برتبة نقيب خلال اشتباكات مع الثوار على أطراف سرية طرنجة التي سيطر عليها النظام مؤخرا. حصادنا مستمر، وفيه بعد الفاصل. مصر تؤكد مقتل شرطي وإصابة 9 آخرين في انفجار مدرعة بسيناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج دهاليز، والتي نناقش فيه أعزائي المشاهدين في مكان من قناة الجسر الفضائي، لنفتح ملف إصابة 9 آخرين. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في الأسبوع التركية ماذا بعد؟ السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم مرس الآراء. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى جولة الصحافة لهذا اليوم والتي نقرأ فيها. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج الحدث. أكد متحدث الخارجية الأمريكية مارك تونر أمس أن الخلاف بين موسكو وواشنطن لا يزال قائما فيما يتعلق بمصير الأسد في العملية السياسية بسوريا. وأشار تونر إلى أن موقف بلاده لم يتغير حول ضرورة رحيل رأس النظام السوري، موضحا أن الموقف الأمريكي متعلق بالأسد نفسه وليس بكامل الحكومة السورية، التي قال بأنها يمكنها التفاوض مع المعارضة المعتدلة للوصول إلى تحول سياسي. ونفى تونر إمكانية اشتراك إيران في المرحلة الحالية من المفاوضات،
وفي غضون ذلك شدد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز أبو حمد العواشق على أنه لا مكان للأسد في سوريا مستقبلا، وإن كانت تقبل بدور له في المفاوضات فإنه لن يكون له دور في الحكومة الانتقالية. وحذر العواشق من مخاطر الغارات الجوية التي بدأت روسيا شنها في الآونة الأخيرة داخل سوريا، معربا عن اعتقاده أنها قد تنطوي على تصعيد خطير بين القوى العظمى على حد وصفه. تمضي سنوات الإجرام الممنهج الذي يرتكبه نظام الأسد ضد الشعب السوري دون أن يجد هذا الشعب داعما حقيقيا لثورته العظيمة، فيما يجد نظام الطاغية من يقوي عضده ويغذي شريانه أقوالا وأفعالا. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تصريحات مؤيدة لثورة الشعب السوري أطلقها الأوروبيون والأمريكيون منذ بداية الثورة، ومع استمرار نظام الأسد في إجرامه تطورت تصريحاتهم إلى دعوته للرحيل ووصفه بفقدان الشرعية، ثم وصل الأمر إلى تشكيل موقف دولي ضم ما يقارب 70 دولة عرف باسم أصدقاء سوريا. نظام الأسد اتهم هذه الدول مرارا بالتآمر على سوريا وضرب بهم جميعا عرض حائط متين، حائط استند إليه الأسد مدعوما بروسيا وإيران والصين وبعض الدول التي أطلق عليها نظامه اسم أصدقاء سوريا. ومقارنة بسيطة بين النوعين من الأصدقاء تظهر لنا حقائق تتعلق بفاعلية وتأثير كل طرف منهما، فمن يؤيدون تطلعات السوريين يشكلون الغالبية العظمى في العالم، ولم يحصل الشعب السوري منهم على الدعم الحقيقي خلال السنوات الماضية باستثناء التصريحات التي تخف نبراتها كلما قام الأسد بمجزرة جديدة، وباستثناء سلاح غير فتاك حرص أوباما على حفظ ماء وجهه بتقديمه للثوار، إضافة إلى دعم إنساني جعل صورة هؤلاء الأصدقاء أشبه ما تكون بصورة الجمعيات الخيرية. وفي الجانب المعاكس نجد أصدقاء سوريا، أو بعبارة أخرى أصدقاء الأسد، يقدمون له كل الدعم الحقيقي سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ويحصنون نظامه من السقوط كلما دق لهم ناقوس الخطر. وفي أبرز المقارنات بين النوعين من الأصدقاء نجد الموقف الروسي منذ سنوات لا يتغير، بينما نجد الموقف المقابل عرضة للمد والجزر، ربما يكون كلاهما يشاهد مذبحة الشعب السوري وعينه على مكاسبه ومصالحه. تبدأ ألمانيا اليوم تطبيق قانون يشدد شروط اللجوء إليها، وذلك قبل أسبوع من الموعد المقرر سلفا بهدف مواجهة التدفق غير المسبوق للمهاجرين هذا العام. وكان من المقرر أن يبدأ سريان القانون الذي اعتمده البرلمان في الأول من تشرين الثاني المقبل، لكنه نشر الجمعة في الجريدة الرسمية بهدف تطبيقه اليوم. وسيؤدي القانون إلى حرمان مواطني ثلاث دول من البلقان، هي ألبانيا وكوسوفو ومونتينيغرو، من حق اللجوء إلى ألمانيا ما عدا حالات استثنائية حيث ستعد هذه الدول آمنة. وأعدت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات المقاطعات قوائم ترحيل لمن رفضت طلبات لجوئهم، وقد تستخدم ألمانيا طائرات عسكرية لتنفيذ عملية الترحيل في محاولة لتخفيف أزمة اللاجئين والضغوط التي تتعرض لها المستشارة أنجيلا ميركل. على صعيد آخر، تمكنت السلطات النمساوية من تحديد هوية 52 جثة حتى الآن من بين 71 جثة للاجئين لقوا حتفهم في شاحنة في آب الماضي، وتم إرسال بعض الجثث إلى العراق، فيما تم دفن الضحايا السوريين في المقبرة الإسلامية في فيينا. وفي لبنان، قالت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ميري جيرار إن لبنان توقف عن استقبال سوريين بصفة لاجئين منذ مطلع 2015، مشيرة إلى أن عددهم انخفض منذ تموز الماضي نتيجة توقف المفوضية عن تسجيل لاجئين جدد بطلب من الحكومة اللبنانية. ولفتت جيرار إلى أن معظم المهاجرين السوريين إلى أوروبا يأتون من داخل سوريا وليس من دول الجوار، وشددت جيرار على أنه لا يمكن وضع حد لمعاناة اللاجئين من دون حل سياسي للوضع في سوريا. توفي اليوم شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال على حاجز الجلمة في مدينة جنين، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية تشرين الأول الحالي إلى 56 بينهم 13 طفلاً.
وفي السياق نفسه أصيب نحو 200 فلسطيني بالرصاص الحي والمطاطي في مواجهات أمس مع الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة خلال احتجاجات جمعة الغضب التي دعت إليها الفصائل للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية وتدنيس المتطرفين اليهود المسجد الأقصى المبارك. من جهة أخرى، وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العاصمة الأردنية عمان اليوم، وأجرى مباحثات مع العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاءين منفصلين. زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مدينة بيجي ومصفاتها بعد تحريرهما بالكامل من يد تنظيم الدولة، كما عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية والعسكرية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي. يذكر أن القوات العراقية مدعومة بمقاتلين من الحشد الشعبي استطاعت الأسبوع الماضي تحرير قضاء بيجي الذي يضم أكبر مصفات للنفط ومناطق محيطة به من قبضة مسلحي تنظيم الدولة. وسط كل الانتصارات الأخيرة للجيش العراقي على يد تنظيم الدولة، نجد عيونه تتجه إلى التحالف الروسي وطيرانه ناشدا فيه الأمل بتحقيق انتصارات جديدة. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. بين أخذ ورد، يتصارع الموقف في العراق حول الانضمام للتحالف الروسي الجديد الذي بات بنظر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الأمل في استعادة المناطق المسيطر عليها من قبل تنظيم الدولة. تحالف يسبقه تعاون أمني واستخباراتي بين سوريا والعراق وروسيا وإيران، ثم موافقة الحكومة على منح روسيا تفويضا لاستهداف أرتال مسلحي تنظيم الدولة. لكن الرغبة الأمريكية ما زالت تعارض قيام مثل هذا التحالف، ففي الأسبوع الفائت شهدنا رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دينفورد وصل بزيارة مفاجئة إلى العراق، زيارة كان الهدف منها منع العبادي من الانضمام للتحالف الروسي الذي أصبح الملجأ الوحيد بعد تمدد التنظيم في معارك الأنبار والفلوجة وفشل التحالف الدولي على مدى عام من تحقيق انتصار ملموس. والجديد أن القوات الأمريكية حققت هذا التقدم بشكل مفاجئ على الأرض، وذلك باستعادة مدينة بيجي ومصفاتها النفطية من أيدي التنظيم. كل هذا لم يمنع العبادي من طلب المساعدة الروسية، بل زاده إصرارا خصوصا بعد فشل الإنزال الأمريكي شمال العراق. تطورات كبيرة ربما تتكشف في الأيام المقبلة، فهل سنرى تغييرا في الموقف الدولي تجاه الحلف الأمريكي الذي بدأت بالانسحاب منه بعض الدول وأولها كندا، أم سيبقى الوضع معلقا بالمجهول؟ قتل شرطي مصري وأصيب 9 آخرون بانفجار استهدف مدرعة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، كما أصيب شرطيان بطعنات في اعتداء نفذه شخص بالسلاح الأبيض في مدينة طنطا في محافظة الغربية. من جهتها، أعلنت جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة اليوم مسؤوليتها عن انفجار وقع غرب القاهرة أسفر عن إصابة 4 عناصر للشرطة مساء أمس. وفي شأن آخر، انتقد رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف المصرية محمد عبد الرزاق تصريح المرجع الشيعي العراقي مقتدى الصدر الذي استنكر فيه قرار إغلاق ضريح الحسين في القاهرة مدة 3 أيام، موضحا رفضه أي مد شيعي في البلاد. وأعرب عبد الرزاق في تصريح نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن رفض علماء الأزهر والأوقاف أي فكر متشدد، مضيفا أن القرار شأن داخلي يهدف إلى عدم استغلال الضريح بشكل خاطئ على حد تعبيره. وفي سياق بارز، قتل أمين حزب النور السلفي علي مصطفى عبد الرحمن المرشح في الانتخابات البرلمانية في شمال سيناء اليوم برصاص مسلحين مجهولين. قتل 42 عنصرا من ميليشيا الحوثي في معارك مع المقاومة الشعبية في تعز وغارات لطيران التحالف العربي. ومن جانبها، أكدت المقاومة الشعبية مقتل 5 وجرح 19 عنصرا من أفرادها في المعارك مع الحوثيين. هذا وواصلت ميليشيا الحوثيين قصف الأحياء السكنية في تعز بصواريخ الكاتيوشا، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين. من جهته، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان عن القلق إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في تعز واستمرار وقوع قتلى ومصابين في أعمال العنف هناك. وسط الدمار وآثار الحرب، تحلم مدينة تعز بظروف أفضل رغم تردي الوضع الإنساني واستمرار القصف العشوائي للمناطق السكنية ومنع الإمدادات الطبية عن المدينة. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. ينكسر روتين الحياة المحاصرة في مدينة تعز منذ أشهر، حيث شهدت مجزرة مروعة على يد ميليشيات الحوثي وصالح التي قامت بقصف الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا، فخلفت دمارا واسعا وسقوط ضحايا بالعشرات بينهم أطفال ونساء.
اليمن بين كر وفر في ساحاته المحتدمة منذ بدء عاصفة الحزم، وعين تقوم مخرزا يحاول طمس معالم الحياة الإنسانية فيها ويقتل سلاما كتب بحبر الساسة وأجندتهم. تعز الحالمة بعيش هنيء أفسدتها ممارسات الحوثي وصالح المدعومة إيرانيا، رفع أهلها سقف مطالبهم ليكون التحرير أولا، في حين تزداد وحشية القصف العشوائي وعنفه، فقد أصبحت المشافي عاجزة عن استقبال الأعداد المتزايدة من الجرحى وتضييق الخناق على سكانها ونقص في الماء والغذاء والرعاية الطبية. واللافت في جغرافية تعز حساسية المدينة الاستراتيجية كونها بوابة مدن الجنوب، وهي صمام أمان بالنسبة للحوثيين وصالح، وهي الخزان البشري الهائل. لا يجد الحوثيون حلا سوى الحديد والنار للمحافظة عليها، حتى ولو كانت فاتورة القتل غالية الثمن وصدى جرائمهم في أروقة الأمم المتحدة. قرار حوثي في خوض الحرب حتى النهاية، على الرغم من تصريحاتهم بين الفينة والأخرى بالرغبة في الجلوس على طاولة الحوار، في حين تدك مدافعهم المدن وتسير ميليشياتهم نحو الحصار. مستقبل غامض للحوثيين بعد هزائم متتالية، في حين يحاولون ترتيب أوراق بعثرها التحالف العربي وتلاحم الجيش الوطني ومقاومة الجنوب. يواصل أتراك المهجر في عدد من دول العالم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العامة المزمع إجراؤها في تركيا في الأول من تشرين الثاني المقبل. هذا وتوجه الأتراك المقيمون في الاتحاد الروسي إلى صناديق الاقتراع في السفارة التركية لدى موسكو. كما توجه الناخبون في كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا والسويد للإدلاء بأصواتهم في سفارات بلادهم بتلك الدول. يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات التركية أعلنت في وقت سابق أن عدد الناخبين الأتراك في الخارج يبلغ 2,895,000. وفي أخبارنا المنوعة، إسباني يصبح أغنى رجل في العالم مدة 4 ساعات. استطاع ملياردير إسباني التفوق على مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس ليصبح أغنى رجل في العالم، ولكن مدة 4 ساعات فقط. ووفقا لبيانات مؤشر فوربس، فقد تمكن الثري الإسباني مؤسس محلات زارا للملابس أن يصبح الرجل الأغنى في العالم بثروة تقدر ب 79 مليار دولار. ولكن جيتس استطاع استعادة لقبه الذي حافظ عليه لسنوات طويلة خلال العقدين الماضيين بعد ارتفاع أسهم شركة مايكروسوفت. وفي نهاية حصادنا هذا تذكير بأهم العناوين. بعد قطع طريق إمداد النظام الرئيسي إلى حلب، تنظيم الدولة يسيطر على 9 حواجز جديدة في محيط حاجز إثريا بريف حماة الشرقي. إسقاط مروحية في ريف حمص وجبهة النصرة تستهدف المربع الأمني في المدينة بعبوتين ناسفتين. تجدد المعارك على أكثر من محور في ريف دمشق وقوات النظام تستهدف المدنيين في دوما ودارية. واشنطن تؤكد أن خلافها مع موسكو حول مصير الأسد لا زال قائماً. استمرار الهبة الفلسطينية وإصابة 200 في مواجهات جمعة الغضب مع الاحتلال الإسرائيلي. مشاهدينا، بقي أن أذكركم أنه بإمكانكم متابعة آخر التطورات على موقع القناة jesser.tv.com وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. من قناة الجسر الفضائية قدمنا لكم نشرة الأخبار.